هي المرأة التي أحبها وأخلصت إليه، لسيما أنها عندما احتضرت وضع علي، شوفوا المحبة، وضع علي رأسها في حجره وتحادرت الدموع من عينه والزهراء تنظر إليه وتوصي. شنو كانت تقول؟ يا ابن العايا ما عهدتني كاذبا ولا خائنا ولا خالفتك منذ عاشرتني، فبكى أمير المؤمنين وقال لقد جددت علي مصيبة رسول الله. علي ينظر إلى فاطمة ويبكي. ليش يبكي؟ يرى على ذلك الحال لا أنين يخاطبها علي، ليش زايد عليك اليوم يا زهرات الوجه، بطلي وين ينك ذاب قلبي لا توين، يم الحسن بطلي الونين وجاوبيني، شوفي أولادك بالبواج مذوبي. صاحت يا حيدر فرقا وبينك وبين بودعت الله مسافرة عنك يا بحس. في تلك الليلة قالت يا علي خذني إلى قبر والدي، قال لا وأنت على هذا الحال، قالت بلى بلى، فقامت وضعت يدا على الجدار ويد أخرى على أمير المؤمنين إلى أن وصلت إلى قبر والدها، رمت بنفسها على القاب، قبضت قبضة من التراب، شمت عبق النبوة، نادت وأبتا ومحمدا، كأني برسول الله في قبر يقول بنا بلا بني ما لديك. الزهرة جاية تشكها وإذا بها بلسان حالها تنادي بوي 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 أمر على عبده وضربني، أمر على عبده وضربني، ومن ضربته للقاع ذبني. كسر قلبه ولا رحمني، يا من الناس واحد ما يا حشمني، أبا يا رسول الله أصروني، أبا يا رسول الله ضربوني،
من الذي شهد ضرب فاطمة إنها فضة؟ لما وقعت فاطمة صرخت يا فضة إلي إلي، غدا تصرخ يا أخ يا فضة صدري انصاب وجنيني وقع مني فوق العتاب. اجت فضة ولفتها فوق لتراي يا 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 اب يسيل من الصدر وضلوع الدم. اوين اللي يزيل من الصدر مضلوع يا 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 بنت ما حليلتما يا يا يا. ويل لمن سن ظلمها وأذاها يا الله. اللهم تقبل منا اليسير واعف عنا الكثير، لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا كشفته، ولا أسيرا إلا خلصته، ولا غريبا إلا أرجعته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بفضلك وبمنك يا كريم. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وفرج عنا به يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. والفاتحة لموتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، ولا سيما الشهداء الأبرار والعلماء الأخيار، إلى أرواحهم جميعا نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.